على فكرة فيروس كورونا بينتقل من شخص لشخص من خلال السعال أو العطس، ممكن التقاطه من خلال لمس أسطح غير معقمة. بينت الأبحاث أنه مدة عيش كورونا على الأسطح بيفرق حسب ثلاث عوامل: الحرارة، الرطوبة، ونوعية السطح. بيعيش كورونا على الحديد مثل مسكات البواب، المجوهرات والسيلفر 5 أيام، وعلى الخشب مثل الطاولات، الخزانات والأرضيات الخشبية 4 أيام. أما البلاستيك، أنان الماء، علب مستحضر الغسيل، مقاعد البوس وكبسات الأسانسير فبيعيش عليها كورونا بين 2 و3 أيام، وهذه الفترة هي نفس الفترة اللي بيعيش عليها الفيروس لما بيكون على الستينلس مثل مسكات البراد والحنفيات. بيعيش كورونا على الكرتون 24 ساعة، وعلى الألومنيوم مثل الانرجي درينك بين 2 و8 ساعات، الإزاز والسيراميك مثل الماج والصحون 5 أيام. أما الوقت اللي بيعيش فيه الفيروس على الورق بيفرق حسب النوعية، ممكن يعيش بين كم دقيقة، وهالمدة معقول توصل ل5 أيام. وبينت الأبحاث أنه الكورونا ما بينتقل عبر الطعام، وما قدروا العلماء يعرفوا على الأد قد بيبقى كورونا على التياب، بس من المؤكد أنه هالمدة أقل من المدة اللي بيكون موجود فيها الفيروس على الأسطح. فمن المهم جداً تعقيم كافة الأسطح المعرضة لللمس من قبل عدة أشخاص، والحفاظ على النظافة الشخصية، ممارسة التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، وغسل اليدين.